بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رئيس وفود العراقية المشاركة في بطولة النخبة السادسة للتايكوندو التي تقيمت في عمان للفترة من 16 لغاية 19 أبريل 2014. طبعا احنا شاركنا بثلاث فرق اللي هي منتخب محافظة بغداد ونادي العزيزية الرياضي من محافظة واسط ونادي الصحة من بغداد، وشاركنا بأكثر من لاعب وأكثر من فئة من ضمنها فئة النساء الشابات، والحمد لله الله وفقنا بهذه البطولة التي كانت من البطولات القوية التي يقيمها ويشرف عليها الاتحاد الأردني للتايكوندو، وشاركت في هذه البطولة عدة دول منها مصر والبحرين والعراق بالإضافة إلى عدة أندية ومراكز أردنية، والحمد لله الله وفقنا بهذه البطولة وقدرنا نحصل على ميداليات متنوعة ومختلف الفئات العمرية، وكانت البطولة ناجحة وقد حظينا باهتمام اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الأردني للتايكوندو، والحمد لله على هاي اللمة الحلوة التي اندلت على شيء تدل على الأخوة والتوافق العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الأردني للتايكوندو ومركز النخبة على هذا التنظيم الرائع. الحمد لله والشكر قدرنا اليوم أن نحصل على عدة ميداليات متنوعة للعراق، وأهدي الفوز إلى عائلة تايكوندو في العراق، الكابتن ميثاق طالب مدرب نادي الصحة العراقي، مع الشكر الجزيل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللاعب صباح قاسم من نادي العراق الصحة العراقي حصلت على بطولة نجوم بطولة النخبة في ميدالية فضية. البطولة بطولة كويسة، خوش بطولة، بطولة نجوم بطولة النخبة الخامسة، بطولة رائعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللاعب حيدر محمود جاسم حصلت على بطولة مركز ثالث من 24 لاعب. بطولة النخبة كلش قوية ووايد دول شاركت. بسم الله الرحمن الرحيم، أعرف نفسي اللاعب محمد حامد عبيد لاعب نادي الصحة العراقي، شاركت في بطولة النخبة الدولية وحصولنا على الميداليات المتنوعة، وكانت هذه البطولة على أتم الإمكانيات الفنية وكل الإمكانيات الرياضية، وأهدي هذه الفوز إلى جميع العراقيين الذين ساعدوني الحصول على هذه الميدالية، وأكرر مرة ثانية الفوز إلى جميع العراقيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اللاعب حسن عقيل لاعب نادي من العراق، لاعب نادي العزيزية، حصلت على المركز الثاني فضية. يا رائعة هذه البطولة، كان هناك ظلم قليل لي في البطولة، بس هي كانت أحد البطولة التي أشارك بها، بطولة كأس النخبة، هي كانت تمام اللعبة، شوية رائعة، حماس بيها، احتكاك للاعب السوي.